لكن أذهب مباشرة عبر الهاتف إلى الزميل علي البحيري الناقد الرياضي بالشروق، كان حاضر هذا الاجتماع في مقر اتحاد الكرة، وبالتأكيد عنده كواليس وعنده تفاصيل بناء على هذا الاجتماع. مساء الخير يا أستاذ علي. مساء الخير يا زميلي محمد سعيد، ومساء الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي. طيب، اجتماع كان مهم ونتائجه مثمرة وإيجابية، لكن ما شاهدته في هذا الاجتماع والكواليس بالتأكيد اللي انت رصدتها من خلال هذا الاجتماع؟ يمكن الاجتماع طبعا عقد النهارده ظهر اليوم في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، وطبعا اللجنة الثلاثية برئاسة الأستاذ أحمد مجاهد، اللجنة الثلاثية الجديدة اللي تم تعيينها، يمكن اجتمعت مع مندوبي الأندية في الدوري المصري. يمكن كان الاجتماع شهد بعض الحاجات وبعض الكواليس، بعد الفترة اللي فاتت كان في برضو شوية كلام عن إلغاء تقنية الفيديو وكذا كذا قرار كان متخذ يعني الفترة اللي فاتت، فيمكن النهارده اتحسن بشكل كبير قرارات كتيرة جدا، أولها طبعا الأندية رفضت طبعا إلغاء تقنية الفيديو في الدوري في المسابقات المحلية، وتم الاستقرار ان هي تستمر مع حل مشاكلها. يعني الاتحاد هيبعت للشركه اللي بتنفذ او بتساعد هنا في تشغيل الفار في مصر ويساعدوا في حل المشاكل اللي هي موجوده خاصه في قانون التسلل. هيتحل المشكله بتاعتها مع استقرار التقنيه. ثاني حاجه شفناها النهارده ان في تاسيس لرابطه الانديه المحترفه، وكل نادي هيقدم التصور بتاعه لرابطه الانديه المحترفه وشركه كره القدم اللي بتدير كره القدم في النادي. طبعا دي خطوه مهمه جدا ان الدوري المصري يبقى دوري محترف ومطبق من الاحتراف من طبقا للوائح الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا. اكيد طبعا دي خطوه بننتظرها بقالنا سنين كثيره جدا، فان احنا نبدا فيها دي خطوه كويسه. الحاجه الثالثه ان عندنا الاجراءات الاحترازيه هيتم التشفيق عليها في كافه المسابقات المحليه لضمان سلامه جميع عناصر المنظومه الرياضيه من لاعبين ومدربين واجهزه فنيه وحكام، لان شايفين طبعا الظروف اللي احنا فيها جدا صعبه جدا بسبب فيروس كورونا والانتشار الرهيب في الذروه اللي احنا فيها دلوقتي في الموجه الثانيه، وعديد من اللاعبين والمدربين اتصابوا، فعشان كده بقى في تشديد على الاجراءات الاحترازيه في كل عناصر المنظومه الرياضيه من الانديه ومن اتحاد الكوره. القرار الرابع اللي كان موجود معانا النهارده ان هيتم السماح للانديه بتشكيل قائمه انتظار مكونه من 3 لاعبين بمساعدتهم في ظل الظروف الاستثنائيه لفيروس كورونا، يعني القائمه اللي موجوده عندك انت مسجلها في اتحاد الكوره هيبقى في قائمه انتظار لكل نادي زياده 3 لاعبين عن القائمه اللي موجوده بسبب لو في ظروف فيروس كورونا طبعا عدد كبير من اللاعبين تقدر تستعين بيهم في المسابقه. فاعتقد ده برضو قرار مهم وبيضمن ان في مرونه في موضوع الاصابات والدوري. واضح ان معظم القرارات كلها في مرونه لصالح الانديه. طيب، كل الانديه حضرت الاجتماع ولا في البعض تغيب النهارده؟ لا، اعتقد معظم الانديه كانت حاضره النهارده، كان ممثلين طبعا مندوبي الانديه مش رؤساء الانديه، يعني كان في مندوبين من كل الانديه كانوا حاضرين، وطبعا النادي الاهلي كان ممثله طبعا الاستاذ طارق قنديل طبعا عضو مجلس الاداره، والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي. يمكن كان في مناقشات طبعا مع استاذ احمد مجاهد كبيره جدا وتطور النادي الاهلي في موضوع الفار وفي كذا موضوع منهم رابطه الانديه المحترفه وموضوع الاجراءات الاحترازيه. فاعتقد ان الاجتماع كان مثمر مع كل الانديه وكان في قرارات لصالح الانديه والكره المصريه. أكيد. طيب، الأستاذ علي البحيري أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل وكل هذه المعلومات، الناقد الرياضي بالشروق اللي كان حاضر جزء كبير من هذا الاجتماع.